نشوف ازاي هنعمل السلطة او سلطة الفسيخ. بصوا بقى هعمل ايه. هجيب هنا، عايز بس اجيب معلقة نظيفة واقولكم حالا حالا حالا. يلا بينا اهي. في اناء بسيط كده هروح جاي هنا جايب الفسيخ اللي انا مقطعه شرايط كده. الشيف شرارة والشيف عمر الله يكرمهم قطعوا الفسيخ وظبطوا الدنيا. تسلم ايديكم يا شباب. وبعدين هروح جاي هنا على الفسيخ ده، هروح نازل هنا بالليمون. احط ملح بقى؟ لا مش محتاجين ملح، انا حطيت ملح على الطحينه عشان يبقى ليها طعم، لكن رنجه وفسيخ ما بنحطلهمش ملح في اي مرحله من مراحل الطبخ. واروح جايب كمان الخل، اروح نازل كده هنا بالخل. يبقى انا كده حطيت هنا الايه؟ على الفسيخ حطيت الملح، حطيت عفوا الليمون والخل. هنزل هنا بالفجل، هنزل بالفجل والبصل الابيض، وعندنا كمان بصل ده هنجيبه اخضر. الجميل بقى في وقت الربيع ده ووقت شم النسيم ان كل المكونات الفريش دي، كل الخضار بيبقى مزدهر جدا. الخضار في الصيف وفي البرد بيبقى كده ايه، متاثر بدرجات الحراره العاليه او المنخفضه، لكن افضل وقت بتلاقي الخضار مزهزه فيه كده هو فصل الربيع. عشان كده ده فصل بيبقى ممتع جدا وجميل جدا، انا بحبه جدا. تعالوا يلا نشوف ازاي هنقدم سلطه الفسيخ دي. انا في شبت لسه هحطه، كويس ان انا افتكرت كنت هنسى. حطيت الشبت واديه كده تقليبه مع الخليط الجميل ده. الشبت طبعا زي ما انتم عارفين بيليق جدا مع السي فود. لما باجي احطه على وصفات سمك عاديه غير الفسيخ والرنجه بقلل قوي. ليه؟ لان هو طعمه قوي فبيأثر على الاكل. بس هيأثر على مين؟ متخيلين مثلا ان الشبت هيأثر على الفسيخ او الرنجه؟ مفيش الكلام ده. بس لو عامله مثلا مع سمك بولتي ولا حاجه محتاج ان انا اخد بالي من الموضوع ده. هيجي كده اروح قاطع البرتقانه دي قطعتين كده، وهرجع تاني هنا السلطه واعصر كده برتقانه. هنزل بعصير برتقان، بنحاول نعمل والله اي حاجه بس ايه تقلل اثر ومفعول الفسيخ. قول تاني كده يا فهمي. زي الفل. عصرت كويس جدا لغايه ما اتاكدت ان انا نزلت كل ميه البرتقانه. حلو، شيل اي بذر لو البرتقانه فيها بذر. لو عندكم الاختيار هاتوا برتقان بلدي عشان احنا عايزين منه الطعم القوي، مش عايزين منه سكر ولا حاجه. يلا وروح مقلب تقليبه حلوه كده واجهز نفسي لايه؟ واجهز نفسي. ممكن طبعا، اصل انت ممكن تحط فواكه كمان يا فهمي. فهمي بيقول ممكن نحط بقى خل بدل الخل ابيض، خل عنب. ممكن طبعا جدا. بس القصه فين بقى يا فهمي؟ ان في وصفه زي وصفه الفسيخ دي، المكون الرئيسي للطبق اصلا عنيف جدا، يعني هو فسيخ. فهو هيبقى طعمه هيطغى زي ما بيقولوا كده على اي حاجه هتحطها ايا كانت هي ايه. فاحنا بنعمل ايه بقى؟ بنحاول نحط حاجات لايقه على الوصفه الرئيسيه، وفي نفس الوقت ما تضيعش طعم الطبق. ده اللي احنا حاولنا نعمله في هذه الوصفه الشهيه. دي سلطه انا بحبها جدا، سلطه الفسيخ بالفجل الاحمر والبرتقان. والتاني ده طبق برضه انا بحبه جدا، اللي هو طبق شاورما الرنجه. يعني انا النهارده عملت لكم اكتر طبقين انا بحبهم او بحب اكلهم في الموسم او في موسم شم النسيم، طلعه لكم قدام كده. بنصحكم ان انتوا تعملوا الوصفه دي زي ما هي كده، الوصفتين دول تجربوهم لو هتعملوا فسيخ ورنجه في الايام اللي احنا فيها دي. لو مش هتعملوا كده هتعملوا اكيد بعد في العيد بعد ما يخلص الصيام ان شاء الله. جربوا بقى الوصفات دي بالشكل ده، طعمها خطير جدا وحلو جدا. شربوا ميه كتير، قللوا الحاجات المالحه اللي انتوا بتاكلوها.